النهارده ده يوم المهرجان وكرنفال احتفالي لأوائل الطلاب المميزين المتفوقين، وأنتم تعلموا تماما أو إن لم يكن بعض الناس ما عندهاش علم أن هناك بروتوكول بين وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم دائما في تعاون في كل المحافل الرياضية والتعليمية والثقافية. مرحبا بآبائنا الكرام الضيوف اللي هم أولياء الأمور الذين لولا جهودهم ولولا سهرهم مع أبنائهم ومتابعة أبنائهم ما خرجوا بهذا الايه، فشكرا على مجهودهم وبارك الله في خطاهم. حقيقة الطلاب المتفوقين تعتبر يعني كنز وطني أو ثروة قومية يجب أن نعتز ونفخر بها. الفترة رمضان وكيل مركز شباب العزية، احنا موجودين النهارده في مدرسه الثانويه العامه مصنع سكر دشنه، بنكرم اوائل الطلبه في المدرسه على درجه علميه عاليه، يخش منهم ما يقرب من 10 طب وثلاثه هندسه وثلاثه صيدله، فده دي حاجه تحسب لاداره المدرسه، فبالتالي كان لازم ان احنا نعمل كده.